مساء الخير مشاهدينا الكرام، إذا كما تابعتم في التغطية المباشرة لقناة الحياة الجزائرية فقد تم تنصيب وبصفة رسمية عبد المجيد تبون رئيساً للجمهورية وهو الرئيس الثامن في الجزائر المستقلة. في صباح اليوم خطاب لعبد المجيد تبون تطرق بصفه دقيقه في بعض المجالات في برنامجه اين تطرق على في المجال الاقتصادي السياسه الخارجيه الحوار مع الحراك وكل المجالات سنتحدث عنها مع ضيفتي نسيمة اهلا بك اهلا وسهلا شكرا لحضورك معي إذا الجديد أنه اليوم استقالة الوزير الأول نور الدين بدوي في هذه الأثناء أي قبل بضع دقائق استقالة الوزير الأول نور الدين بدوي قدم استقالته لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وقبلها بطبيعة الحال عبد المجيد تبون اليوم صباحا في قصر المرادية كما كما تم تكليف وزير الخارجيه صبري بوقدوم بمهام وزير اول بالنيابه ايضا من بين القرارات الاولى التي اتخذها رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون هو انهاء مهام وزير الداخليه صلاح الدين دحمون وايضا تكليف وزير السكن كمال بالجود بمهام وزير لي الداخلية لنناقش كل هذا نسمة. ما رأيك الآن عندنا رئيس بصفة رسمية عبد المجيد تبون هو الرئيس الثامن للجزائر أولا مبروك للجزائر أنه تدخل ترجع للشرعية الدستورية والرئيس الجديد عنده مهام صعبة لأنه أمام أه اليوم أمام حالة صعبة يعني أنه تبداها من من الحالة السياسية للحالة الاجتماعية والاقتصادية ونظن الرئيس أكيد عنده أه حواليه مستشارين وخبراء والحمد لله الجزائر أنجبت قدرات في كل الميادين اللي تقدر هي توصلنا في لإخراجنا اخراجنا من المازق نظن هو عنده اولويات الرئيس والاولويات الاساسيه هي القضيه المجال السياسي اللي من خلاله يحل الاشكال وال... انت اليوم الحراك مازال موجود في الشارع كل يوم الجمعه يخرج لازم يكون حوار مع هذه الفئه اللي هي لا يستهان بها من السياسي من هذا الجانب السياسي ويتطرق للجانب الاقتصادي من الاولويات لانه باش تقدر اليوم تمتص غضب الشارع اللي يشتكي من كل المجالات اللي يعاني منها في حياته اليوميه نظن هذه ما ما نقاش فيها نسيم عبد الرحمن تكلم ايضا رئيس الجمهوريه أيضا عرج بصفة دقيقة لأول مرة حول الجانب الاقتصادي يعني هناك وعود كثيرة تكلم عن أشياء كثيرة فيما يخص الجانب الاقتصادي تكلم عن تنويع النشاط الاقتصادي الذي يخلق, يخلق ثورة تكلم عن ثروة. الثروة نعم تكلم عن توفير مناصب الشغل تكلم أيضا عن رفع الأجر القاعدي يعني هذا قاله يعني بمعنى فقط لما قال انه سا سينحي الضرائب على هذه تولي هذه هذا الوعود اللي اليوم صرح بها رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون يفوا فوغ لي بوليتيك انا نظن لو ما كانش عنده ضمانات اللي يقدر يجسد هذه الوعود ما يقدرش هو رئيس جمهوريه اليوم ما يقدرش يصرح هذا مش خطاب خطاب انتخابي هذا سيبا با ان ديسكور دو كومباني تجاوزنا هذا المرحله اليوم كرئيس جمهوريه يعني قرارات مدروسه وتصريحات افيك <applause> يعني كان مسبقا حظ الروح او الجماعه او المستشارين بدرايه كامله انه كل كلمه تحسب على رئيس الجمهوريه يعني سي سونسي لازم يكون واقعي لازم ما يكونش هناك يعني ما <applause> نظن نظن مع من بدايه الحراك الى يومنا هذا نظن المسؤولين فهموا ما كانش مكان للديماغوجيه يا يوجد مكان بلاس على وق... واق... ساعه الحق ساعه الحقيقه وساعه الحقيقه هو تروح تتكلم مع الشعب بكل صراحه بكل واقعيه يا يوجد دي منا خلاص رانا داخلين في مسار ورانا في مرحله صعبه، يعني البلد على حفه يا تنقذها يا تخليها تروح للهاويه. ونظن عبد المجيد تبون بكل الاراده اللي بكل ارادته وكل حبه وكل مسعاه لانقاذ الوطن، اكيد هو عنده ارقام، عنده عنده اولويات والأولية الاولويات كما ذكرتهم في هذه النقاط انه خلق مناصب شغل رفع الاجور بور لي سمي لو انه الالتزام امام امام الاقتصاد الوطني سواء الخاص او الحكومي يعني القطاع الدوله الممومي. العمومي نظن هذا الامور آه هو عفوا نظن هذا الامور كان هو هو في برنامجه انا ما طلعت على برنامجه باش من الاسم لكن اكيد كل هذه النقاط يك... تكون مدروسه مطروحه مطروحه في برنامجه ندرسها أه أن ندرس بعض النقاط أول نقطة ركز عليها عبد المجيد تبون أثناء خاصة أثناء في حملته الانتخابية قال أن سيحارب الفساد ويسترجع الأموال المنهوبة هل يعني تقنيا يستطيع فعلا أن يسترجع هذه الأموال المنهوبة أم هي فقط شوف أنا أقول لك إحنا ما راناش إحنا إعلاميين ما راناش خبراء أذكر أنك إعلامية جزائرية إيه يعني باش إحنا إعلاميين ما عندنا ما عندناش الحق إن للجانب الحقوقي حقوقي او هذو اهل الـ الحقوق هما اللي يقدروا يتكلموا لا لا العداله يعني ايه هم العداله نش... ان شاء الله ان شاء الله الا هو هو وعد انه يسترجع الاموال رانا ونحن نسترجع يسترجع لنا الاموال نضخوها في تدعيم قطاعات في قطاع التربيه وعد الصحه وتخ... مكافحه الفساد مكافحه مد... نرجع الأموال. قبل ما نتكلموا على نقطه مكافحه الفساد نتكلموا انا في ظني هي الامور كاين امور سهله جدا انه هذ الناس اللي يعني أخذوا كل أموال الدولة، أخذوا كل أموال الشعب، هذا أولا وأخيرا هما هذا أموال الشعب ماشي أموال الدولة من وين؟ الدولة جات من الشعب، هي ضرائب الشعب، هي ضرائب من البترول، مداخل من البترول وهذا خير يولي للشعب، من الشعب وإلى الشعب. بصح هذول الأموال راحت من الشعب إلى جيوب هذا العصابة. اليوم عبد المجيد تبول تعهد أنه يسترجعها، أكيد وانا اجزم انه عنده كل الميكانيزمات وهي كل الميكانيزمات ليسترجع خلوا الوقت ونشوفوا كيف جاء قضيه نرجعوا لقضيه الفساد شوف زميلي قضيه الفساد المراقب الاول انا نظن هو المواطن الى المواطن اليوم ما عرفش كيفاش يحافظ على امواله من خلال كل المشاريع التي تنجز وهو بلا مبالات سي اليوم مثلا نبسطوا الامور للمشاهد الكريم اللي باش يفهمنا ويعرفوا على واش رانا نتكلموا اليوم انت في الحي تاعك يكون عندك مشروع مشروع هذا صغير شكون اللي يسيروا البلديه والبلديه هذه اللي تطرح, اللي تطرح المشاريع وتعطيهم للخواص والمقاولين انا من المفروض من الميكاني... نخلق ميكانيزم المراقبه من خلال واش انا اليوم عندي هذا المقاول اسمه لو لوجيستغ ديالو شحال تكلفه المشروع مده الانجاز ويكون رقم للمواطن هو يستكلف باش يقوم بالرقابه هنا تحارب الفساد يكون يعني لما تكون الشفافية تعاطي مع الأشياء والمشاريع تقضي على الفساد إذا أنت اليوم اللامبالاة مبالات أنت ديفيرانس توتال ما تقدرش تقضي على الفساد والله وتجيب النبي عليه الصلاة والسلام يقضي لكش على الفساد. ما دام إحنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. البعض يقول أنه يعني بإمكانه أن أن تكون لديه سياسة يعني جيدة بحكمها أنه يعني ربما الرئيس الجزائري الوحيد والأول الذي كل مشواره تدرج من 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 رئيس دائرات ثم والي ثم وزير وزير أو الاول حتى لحق لرئيس الجمهوريه ربما هذا سي ان افونتاج اكيد اكيد هو هو سي كومون دي دون لو جارغون سي لو فيس دو لا يعني هو تدرج ويعرفها يعرف الميكانيزمات ويعرف التسيير الداخلي حتى عندما كان والي كان في عده ولايات يعني يعرف يعني اولا يعرف القطر الوطني بما معنى أنه يعرف المعاناة يعرف الانشغالات أنت لما تكون تعرف كل الانشغالات والأولويات والمعاناة أكيد يكون سهل أسهل عليك أنه تلقى الحلول لبي... لكن لما الى جبتك من برا ما تعرفش لا مونتاليتي فو زينيوري لا مونتاليتي لو فونكسيونمون دو لادمينستراسيون كما حدث بوتفليقه مثلا في ب... 99 بوتفليقه عاش طول حياته بين الامارات وسويسرا وفرنسا وجاي يحكم شعب اللي ما يعرفوش اساسا ولا عمره سمع يعني به ما تكفيش ال... ان كانت عندك حنكه آه... سياسيه ناو او نعم لا حنكه سياسيه شوف وين الحنكة السياسية الحنكة السياسية آه زميلي خلاف الحنكة السياسية في الممارسة الدبلوماسية هذه الحنكة السياسية الحنكة السياسية أنت ما ركش vous êtes pas en train de tester un peuple vous êtes au service du peuple <applause> الحنكه السياسيه لما يكون القضيه القضيه دبلوماسيه مع دول الجوار ولا مع المعامله مع الدول الغرب في المجالات المجالات الاقتصاديه ولا التعاون في المجال لاغمي ليزيشنج ايكونوميك الدبلوماسية الحنكه السياسيه يعني حتى, حتى ان في دائما نقادوا في الاقتصاد مثلا عبد المجيد تبون قال انه سيكون هناك تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحليه يتسمى ليكونومي لوكال راح يكون انا توجور قلنا شوف انا كان عندي تجربه صغيره كنت في عملت روبورتاج يعني روبورتاج مفصل على الـ على لا رولونس ايكونوميك لي بوتونسياليتي دافستيسمون ان <applause> الجيري ان 98 جي لا شانس

وكل الشعب الجزائري ايه في على مستوى دي دي قران دي فيل ولا الجي مي سي با نورمال الرئيس تبون يقول لك خرق المؤسسات وي تخلق المؤسسات اللي تناسب الاقتصاد المحلي انت عندك كل ولايه عندها ميزه هاي هي طابع زراعي صناعي طابع زراعي الزراعة التحويلية عندك الاختزانة هنا تخلق فرص العمل تخلق الحياة ويفو يعني لبوب... يعني لازم يكون لكل آه لكل منطقه يكون طابعها الطابع المناسب المناسب الاقتصادي المناسب الخاص ربما تكون يعني تمشي في الصحراء ما سي في 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 هكذا دابور، انت تقضي على البطاله شوف من خلال الاستراتيجية الاقتصادية الصحيحة والناجعة انت كم لي لبوبولاسيون انت اليوم ما تخليش هذاك اللي ساكن في دشره باسكو ما عنده لا عمل لا حرفه لا ما عندوش منين يسترزق اوبليجي اي لي توبليجي ديميغري ميغري كون جو دي ايميغري فيغ لو نور فيغ دي فيل او يا دي اوبورتونيتي دو ترافاي اليوم انت عندك ولايات ما كانش ادنى ادنى شروط الحياه فيها مم. انت كي تكون نخليك في ولايه نامن لك المدرسه نامن لك المستشفى نامن لك المرافق الحيويه ما نخليكش في صحراء وندير لك خيمه نقول لك استثمر هنا لما نتذكر دبي مثلا كيف كانت في السبعينات كانت يعني صحراؤنا اليوم أه شوف نقول لك انا عندي تجربه انا كنت اول صحفيه درت موضوع على الاقتصاد الامارات في 96 هذه دبي اللي كانت كانت متطوره نوعا ما اكثر من تقريبا آه قريب اكثر من 15 سنه رجعت ما عرفتهاش من التطور الهائل ضخ الاموال والامارات شوف نقول لك الاخ حسين وش المشكل عندنا ده. في خلاف المشكل اللي عندنا المشكل هو الاحساس الاحساس بالانتماء c'est le sentiment d'appartenance il est tel lui-mêmes tu sens que tu es un citoyen tu vous allez vous investir pleinement il est lui-même سيس كونابيل لالجيري دو هو دو با، ما تقدرش تمشي هذه الامور. يعني س... كان هناك اختلاف في اكيد الاقتصاد الوطني الكل يقول ان حتى المحاكمات اللي فاتت بينت ان الاقتصاد الجزائري كان في ايدي قليله فقط من رجال الاعمال الذين استولوا على الاقتصاد الوطني اون بواني استولوا على الاموال كاين حنا ما قلناش باللي حنا رانا ساكنين في جنة حنا رانا في دول وين كاين يا دو ترافيك يا لا مافيا بصح تسرقوا سرقوا بالعقل مي ما تلحش ما تلحش كاع المرة كانوا, كانوا قادرين الناس يسرقوا ويسقموا البلاد سي بوسيبل سي سا سي سا سرق سرق بالعقل مي اخدم اخدم باش ما تبانش من تسرق باش ما تبانش يقول ولا غير سرق بصح خدم نسيمة أنت إعلامية جزائرية سنرى هذه المشاهد الصباح اليوم عند تقليد رئيس الجمهورية إذا عبد المجيد تبون لأوسمة الشرف للقايد صالح قائد الأركان وأيضا رئيس الدولة السابق في انتظار ذلك إذا ادى اليوم رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون اليمين الدستوريه بحضور جميع الهيئات العليا للامه. واثناء خطابه وخاصه بخصوص العلاقات الخارجيه تطرق رئيس الجمهوريه اذا في خطابه الى القضيه الفلسطينيه والملف الليبي والصحراء الغربيه. وعود كثيره ايضا تعهد بتنفيذ الرئيس الجديد عبد المجيد تبون بما فيها ما تعلق بالشق الاجتماعي. دائما مع خطاب الرئيس وخلال تطرقه للشان التربوي وعد بمراجعه البرامج المدرسيه وتخفيف الحمل عن التلميذ حتى يسمح للطفل بعيش طفولته يعني ووعد بالاهتمام بمهنة الأستاذ والباحث ماديا واجتماعيا يعني لو نقرأ سيميولوجيا خطاب اليوم لعبد المجيد تبون للرئيس حتى ذهب لي بعض التفاصيل ربما ليثير لي الانتباه كان قادر يحكي على التعليم يقول سنغير ونغير ولكن راح التفاصيل قال المحفظة وال... لأنه هذه شوف خلاف الاهتمامات ما هي انشغالات المسؤول لما يكون مسؤول بمعنى الكلمة بكل معنى الكلمة المسؤول هو أنك تحس بشعبك بالمواطن المواطن هذا تروح تدرس ما هي معاناته أنت اليوم كي تشوف التلاميذ في المدرسة اللي أنا نشوف أنا البنات كي المحافظ دلها. أنا كل يوم نقول لهم يديروا تخافيك داغم ما تخطرش ترفض الكرطة بتو أبوي

ويفهم الشعب انه راه يحس بمعاناته لما انت تمس اليوم العائله الجزائريه اللي لتع... تعاني اطفالها من هذا المشكل التفاصيل هذه الصغيره هذه تاع المحفظات الثقيله كيفاش يلقى لها والمناهج اعاده المناهج وبعدين يتطرق التفاصيل المنهاج والطريقه هذه نظن هذه التقنيات ل... ل... لكل واحد في الميدان تاعو آه... النقطه الثانيه المعلم قال المعلم والباحث المعلم المعلم كاد المعلم ان يكون رسولا المعلم اليوم نعم قال هذا البيت الشرعي ايضا قالوا آه انا ما سمعت آه لانه نعم. ما سمعتش الخطاب حلو حلو. كنت آه كاد المعلم ان يكون رسولا شوف كيفاش درجه المعلم لا. اليوم المعلم منهان اليوم المعلم يعيش أسوأ يعني أسوأ تقريبا تقريبا بعض الناس اللي ما يقل ما لقاش الخدمه يروح باسكو لي ليسونسي في تل الاخر يروح لي طوبليجي بيان سور كي فو بيان كي ترافاي يروح يروحي لو دومين دو ما لا تكون له مؤهلات ما عندوش لا مؤهلات ولا رغبه ولا رغبه كاين انا نعرف اساتذه ما باسكو باغ لا فورس دي شوز سي ايلي دو يعني أخ... تقريبا كل كل القطاعات منكوبه يعني كل حتى في الصحه تكلم عبد المجيد تبون حتى على السرير حتى على شوف ل... ل... لك حاجه الصحه بتفاصيل. هذا الصحه انا نعرفه انا نعرف هذا القطاع تاع الصحه كوني انه في العائله الله يبارك عندنا اطباء ومختصين كي يحكوا لك المعاناه تقول هذا الاطباء الاكفاء حبذا لو كانت كل الشروط موجوده ليكون المواطن الجزائري كي يخرج اللي يدخل للمستشفى كاين مع الاسف الشديد لانه عدم الامكانيات يموت قبل ما يطلع فوق السرير ماشي حتى يطلع للسرير قبل ما يطلع للسرير يكون دائما الله في ملكه نظن نظن هذا معيب في حق دولة مثل الجزائر معيب في حق دولة اسمها الجزائر اللي راهي نايمة على الخيارات يعني نظن تبون اليوم الرئيس تبون لانه خلاص صار رئيس رسميا رسميا آه رئيس تبون آه راح للنقط الحساسة شفت واحد يمسك في الجرح اللي يوجعك هو راح للنقاط الحساسة اللي يعاني فيها يعاني منها المواطن الجزائري وهذه تعتبر من الأولويات لكن شوف زميلي خلاف أنت ما تقدرش اليوم تحط استراتيجية لإعادة و... وترم إعادة ترميم أو إعادة بناء في ق... كاين قطاعات إعادة بناء ما عندك ما ترمم مم. ما عندك ما ترمم كلش مشى اه تو تا شانجي فو تو تا يفو تو تت... غازي ريكونستروير كاش بصح في مجال الصناعي مثلا في وزاره الصناعه بصح شوف كنتا يكون عندك عندك الشرط الاساسي هو سي الثقه ثقه بين الشعب وحكامه اذا ما سون ناريف با ريابيليتي لا كونفيونس انتر لو بوبل اي لو غوفرنون

لازم نكونوا حنا مبدعين في كل شيء سواء في مجالات تقنيه في مجالات سي تيلي انتيليجنس سيتادير انت كيفاش هذيك القانون كيفاش تقدر تبدع لي في هذا القانون لترجعه باللي الي ايفيكاس الي بينيفيك بور لو peuple اي لا ناسيون بروبليم يعني سانسيرمون نسيمه بروبليم دو بوليتيك دو مون الجيري لي دو باسكو يا يا دي زوم كي فون دو لا ايه بوليتيك شوف عندنا عندنا رجال لانه ما كانش هم في محل في مكانهم ما مك كفي رجل مناسب في المكان مكنش المناسب ما كانش ما كانش الرجل المناسب في المكان المناسب وعندنا السياسات ما عرفناش ونا با لو مود دومبلوا وهنا تصرى الاشكاليه والخلطه اه دونك شوف

Des gens المكان المناسب أه بدوي اول قرار أه عبد المجيد تبون الرئيس اول قرار هذه الصور في مكتبه تصلنا نحس اللي كانت لي ليست حصريه ولكن للتلفزيون أه الجزائري اين أه هنا في مكتب في مكتب رئيس الجمهوريه هذا صبري قادوم كلفه صبري بوقدوم نسيمه هذا وزير الخارجيه كلفه يعني بدوي استقال من منصبه وقبل الاستقالة وعين بوقدوم صبري بوقدوم كوزير اول بالنيابه فقط ايضا اقال وزير الداخليه دحمون وايضا اقال آه هذا ما استقالات الاثنين وترك نفس الحكومه قال لتصريف الاعمال كيف يعني ترين هذا التغيير في شخصين فقط اظن انه اليس كرساله للحراك مباشره اكيد لانه بدوي من الاسماء اللي مطلوبه, مطلوبة يعني هذه مفروخه منها واليوم الباءات وهذا هذا الباء الخاص سي ميساج دابيزمون سي لو ديرني فيرو سوتي دونك فوالا اه سي ميساج للحراك ايه اكيد اه وزاره الداخليه ربما لانه نظرا للتجاوزات اللي عرفها تجاوزات وايضا ما قاله الدحمون اه في ندوه صحفيه حول الحراك قال ان هناك مرتزقه هناك شواذ مثليين ايضا يعني سي دي, دي بروبو تري سي دي بروبو سي دي بروبو تري غراف سيدي بروبو تري غراف نظن هذه استجابه لمطالب الحراك نوعا ما وهو وسيله للتقرب من الحراك لانه اليوم رئيس الجمهوريه حسب معلوماتي حب يتقرب من من الحراك ويتحاور لانه اليوم درك الحراك لازم ينظم روحه ويالف ناس اللي تقدر تتفاوض على المسائل الاساسيه او المطالب الاساسيه اللي تخص تخص الحياه الاجتماعيه وتخص الحياه الاقتصاديه نظن الحراك اليوم كي ما هي اسباب خروج الحراك ما هي اسبابه؟ عهد الخامسه خاصه عهدة الخامسه آه ومن بعد بعد العهده الخامسه المطالب اجتماعية. الاخ مشاكل اجتماعيه مشاكل اقتصاديه المعاناه اليوميه انت باش عندك دركا استراتيجيه عندك الحراك آه هاو قدامك تعرف انت, انت المطالب آه نظن اليوم واش كاين في خزينة الدوله هو ما ادرى واش كاين في خزينه الدوله كيفاش راح يتصرفوا واش يبدأوا وما هي الاولويات والاولويات نظن واضحه تكلم ايضا نسيمه حول الاعلام تكلم كما نرى في هذه الصور رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون الكل نسيمه اليوم الكل غلط قال عبد العزيز بو بعد <overst له> <بهل> يا ودي عبد المجيد تبون والفنا يعني 20 سنه 20 سنه 20 سنه من ش... من شبع على شيء ان عليه 20 سنه سي اون في, في لو لابسوس بيتيت في... اون بو با دير كيل ريفيلاتور نو نو بو با دير كيل ريفيلاتور قال ايضا في الاعلام قال انه تعهد ساتعهد بتوفير حريه التعبير وفتح المجال لوسائل الاعلام وتكلمك كما تكلم عن الصحة والتربية دخل في التفاصيل قال يعني تكلم على شيء أظن هو المهم في قطاع الصحافة وهو الإشهار قال في خطابه انه سأنظم الإشهار وانظم لأنه آه هو اللي آه شوف الرئيس الجمهورية وزير الاتصال في في بداية بوتفليقة نو, نو ما نو كانش نو, 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 نو وزير الاتصال نو هو عبد المجيد آه تبون لم يشغل هذا المنصب شغل وزير, وزير, وزير الاتصال, الاتصال انا تعرفت عليه كوزير الاتصال, الاتصال وتعرفت عليه من بعد كوزير السكن الرئيس أه اليوم عرف بدون اعلام ما يكونش تواصل الاعلام هي حلقه الوصل بين الشعب والحكومه شئنا ام ابينا اليوم الاعلام لازم يلعب دوره بدون تجريح اكيد في الاشخاص لانه ماشي دور الاعلام للتجريح وال الاعلام ي... ي... يلعب دوره دون لا اي دون لو ديفلوبمون اي ليبانويسمون دو لا ناسيون هذه هي مهمه الاعلام اليوم انت تهدر على الاشهار ايه وقت فتره ال20 ال20 سنه كان الاشهار حكر على قناه من القنوات الخاصه كان حكر على القطاع القطاع الدوله مم. ما هو القانون اللي لا لانونسور اي ليبر دو شوازير سون ميديا اون ا الوي امبوزي سون يختار وين يشوف باللي هذه القناه يستفيد منها لانه عندها اكثر حضور مثلا جا وقت في العشر في عشرين سنة كان حكر له وهذا توزيع عرب انه القنوات سواء القنوات التلفزيونيه حتى الجرائد او المجلات تعيش من الاشهار ما عندهاش دعم اخر الا الاشهار وهذا الاعلام راه اولا ينشط يعاونك حتى انت كسلطه حاكمه او يعاونك تعرف باش انت تدرك ما هي المشاكل والمعاناه اللي يعيشها الشعب ما هو لو بورت بارول دو سي ميديا الى انت نحيت له هذا الدور وانت خلقت ان بين الشعب والحاكم نظن سافا اون فا غوفينيغ سوخ خاصة في مجال الاعلام انه ربما سيكون هناك تغييرات عميقة حسبك يا أستاذ ما هي يعني تغيير الجذر الذي يجب ان يحدث في الاعلام لكي يعني باش يسقم كما يقولوا بالعاميه شوف انا نظن اولا اعطاء المساحه حريه التعبير للاعلام وفيها بينسخ تنضبط بقواعد مش مش من هبه ودبه وتكو ولا انا مع الحريه القصوى الى ابعد الحد ولكن في احترام اخلاقيات <applause> المهنه مثلا في انت اليوم بالاعلام احنا رانا نشوفه في الاعلام في الغرب انت عندك تجربه مع اعلام الغرب انا عندي تجربه مع الاعلام في الغرب شفت الى حد بصح كاين كاين دي, دي كيسيون سوفرين لا بريس نو بارل با لا بريس اوكسيدونتال ما تتكلمش فيها كاين امور لا مساس فيها ما يطرقوش اليها لانه هادو ما سي لا سوفرينتي دي دو لا دان ايتا السياده الوطنيه السياده الوطنيه كاين امور لكن خلي الاعلام الاعلام هو اللي راح يعاونك هو اللي راح يعاونك باش تبني دوله ونظن الرئيس اليوم الامور محسومه عنده انه مثلا تلي بلاك الرقم لميديا القنوات الخاصة يرجع هيكلتها وعندك القناه العامه تيليون تي في بتاتخ عنده مخطط خاص للتلفزيون الجزائري لانه هل, هل سنشاهد لاول مره التلفزيون الجزائري يفتح للمعارضه للشعب إيه ان شاء الله يفتح ان شاء الله يكون من هذه الاستراتيجيه ليمتص الغضب باش ما يكونش بوق للسلطه اللي <applause> مارس هذه المهنة مدة عشرين سنة اليوم نظن الرئيس الجديد تخليه على تسمية فخامته دليل واضح أنه سنتحدث عن كلمة فخامته نعود إلى المخرج إن نستطيع أن نرى صور استقباله لصبري بقادوم في مكتب رئيس الجمهورية هنا إذن أظن أول استقبال أو ربما أول دخول لمكتب رئيس الجمهورية ولأول مرة أظن نسيما نشاهد استقبال في المكتب لأول مرة أظن في مكتب رئيس الجمهورية نو آه على ما اظن اول مره نظن الرئيس تبون يل فو سو لانسي دون اون بوليتيك دو بروكسيميتي ما كانش هذيك تاع البروتوكول انه نو رئيس الجمهوريه اللي على كوت دو تو لوموند يا با ديك لاغونس يا با دي لاغونس وي بوتفليقه نو بوتفليقه بون سي إذن هنا أذكر فقط مشاهدينا الكرام أن الرئيس عبد المجيد تبون في كما تشاهدون في الصورة يستقبل صبري بوقدوم. هو صبري بوقدوم <applause> <applause> صبري وزير, وزير الخارجية <applause> الذي كلف من طرف رئيس الجمهورية بالوزارة الأولى بالنيابة في مكان نور الدين بدوي الذي استقال مباشرة بعد الاداء آه بعد آه اداء اليمين الدستوريه لعبد الدستوري. المجيد التبون تذكير ايضا انه اقال على رئيس الجمهوريه اقال دحمون وزير الداخليه ربما على بعد التصريحات بعد التصريحات التي قام بها في الاسابيع القليله الماضيه وكلف وزير السكن وكلف بحقيبه وزاره الداخليه بالنيابه عبد المجيد تبون قال ان امر كل الوزراء بمزاوله نشاطاتهم بكل حرية في إطار حكومة تصريف الأعمال, الأعمال. أعود إليك زميلتي نسيمة قال أنه لأول مرة قال كلمة الفخامة صنعت الحدث في الخطاب وقال لا أريد أوجب عدم ذكرها بعد اليوم والاكتفاء بذكر كلمة السيد في وصف رئيس الجمهوريه، لاحظنا كلمه الفخامه دسترت او قننت في عهد بوتفليقه شو اللي... انا نظن أدنى... سي آه لماذا؟ هذا دليل انه راح يرخص القطيعه مع الماضي وما تنساش هو كان في غوفرمون بوتفليقه يعني كلمه فخامته فخامته لو ألجيريان، نظن فهم انه باش يجسد القطيعة أول كلمة أبانيه سي فخامته. هو. وهذا رئيس نظن طلب أنه تسميته سيد الرئيس ويكتفي بهذه التسمية أنه من باب التواضع كذلك ####يعني ربما ربما هو يريد أن يحدث قطيعة... يحدث قطيعة نهائية مع الماضي لأنه كل بمجرد أنت تقول فخامته الذاكرة تاعك بقصد أو اللاوعي تروح عند فخاخته... اذا مشاهدينا الكرام عبد المجيد تبون هو بصفه رسميه الان الرئيس الثامن للجمهوريه الجزائريه تحدث عبد المجيد تبون اثناء خطابه للامه عن تقريبا كل المجالات ووعد باحداث القطيعه وباحداث تغييرات جذريه في كل المجالات الاقتصادية الاجتماعية السياسية والتربوية الصحية يعني تكلم تقريبا عن كل شيء يعني هو خطاب يعني لأول مرة طرق إلى كل إلى كل المجالات لأنه هو يدرك جيدا أنه كل المجالات حدث ولا حرج فيها كل كل المجالات تطلب مجهود وامكانيات وان سافوار فير اي دي تكنوقراتي دي جيني بور غوميتر ان مارش لو تران عرف بلي هذا القطار ومنين يجوز اي سكه راحت لو بياسه كي قبل ما يوصل لاري تفكك من ما باغ باغ الى ايتي ديمونتلي باغ بياس على بالو الرئيس اليوم نظن امام مهام صعب لكن ما يصعبش اذا انت جبت دي كومبيتونس دو فري دي, دي ناسيوناليست قبل ان نختم نسيمه سؤال اخير ربما قال عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري قال انه قبل قبل الانتخابات قال انه سترون لاول مره الندوة الصحفي الأولى الصحفية الأولى الندوة الصحفية الأولى قال أنه سترون لأول مرة وزراء ب 25 26 سنة البعض انتقده وقال أنه يعني سي با سول كريتير يعني الكريتير هو ليس فقط فقط عمل السن. السن, ولكن الكفاءة شوف, أنا في رأيي الخاص ربما هو ال un petit peu نوفيل بوليتيك مي سي با سوفيزون انت راك تعيش مرحله صعبه ما تقدرش تجيب واحد كي انت كي تتكلم لي على 25 سنه 26 سنه سافو دير كينا ميم با ترافاي انكور مازالو هو يحوس على خدمه <applause> <applause> هذا الا راه يخدم في كاش لي تيليكوم ولا كوم اوبيراتور يعني مع كل احترامي الا بعض

وربما نكون نوافقك اليوم الوضع الاقتصادي أه... انت لازم لك دي كومبيتونس واستشارات وتجيب ناس يعاونوك من برا يعطوك أه ربما تجاربهم و... وعلى الله لا تسلكها شكرا لك ما نقدروش شوف انا نظن أه... الازمه الاقتصاديه والاوضاع الحاليه متناقضه مع الديماغوجيه آه، نظن الى آه، كل ما بعدنا على الديماغوجيه كل ما بعدنا على سياسه الارقام اللي كانوا يعتزوا بها حققنا وانجزنا كل ما نجحوا كل ما تشبثوا فيها أنا... شكرا لك نسيم عبد الرحمن انت اعلاميه جزائريه شكرا, شكرا لك مشاهدينا الكرام سنلتقي بعد فاصل مع ضيوف اخرين لنتابع التغطيه المباشره لهذا الحدث شكرا